مساء الخير. ضيف الليلة بذا ليدي شو استثنائي للغاية، وأنا بتعرفوا لما شيء بيتعلق بالأدب والرواية انحيازي بيكون تام ومطلق وليس له حدود. ضيفي هو الروائي السوري الكردي جان داست. مساء الخير. مساء النور أهلي، شكرا كثير لهالمقدمة الجميلة. الأعمال الروائية كثيرة والروائيين كثر، ولكن البحث عن فكرة جديدة يمكن أن تقدم للقارئ كثير صارت صعبة اليوم. كيف بتجيب الفكرة؟ من وين بتجي؟ يعني بيقولوا الفكرة ما لها يعني الأفكار لها أجنحة تطير من منطقة إلى أخرى، وأنا لما بلشت الروايات كنت بهتم بالروايات التاريخية وخاصة التاريخ الكردي. بعدين حبيت اتوسع في الافكار وشفت انه عالم الروايه فعلا مثل ما تفضلتي بحر ما له حدود ما له شطآن. فبعد 10 روايات حسيت كمان انه انا صرت اكرر وبدي شيء جديد، فصرت ادور على افكار جديده، افكار يعني تدهش القارئ تبعي قبل ما تدهشني انا، لانه انا بعتبر حالي بالرواية التاريخية مرة مرتين ثلاثة كتبت شغلات وبعدين استنفدت حالي، فلازم أجيب شيء جديد، فكرة جديدة. بآخر رواية لي حبيت تكون رواية تجريبية وإن شاء الله تعجب القراء. رواية بتكون في مخيلة حيوانات، يعني النملة، قصة حياة نملة. الأفكار اللي بحب أطرحها ما بطرحها على لسان شخصيات إنسانية. هل هو خوف؟ يعني هذا النمط من الكتابة الروائية والأدبية كان بالزمان الاستعاضة بالكتابة على يعني لسان الحيوان أو آخرون أو غائبون، لأنه نحن ما فينا نحكي عن السائد. بالنسبة لي مو خوف بقدر ما هو نوع من التجريب، نوع من الدخول في تجربة جديدة بالنسبة لي قبل ما تكون جديدة بالنسبة للقراء. بصراحة أعجبت بالفكرة، يعني شفت حالي تقمصت دور هالكائن الصغير جدا ما ممكن ينتبه له الإنسان وهو ماشي. ممكن بعد هالرواية يعني تخلي الإنسان يفكر بهالكائنات الصغيرة جدا بعوالمها المتخيلة الحلوة بين قوسين بأفكارها، كيف تفكر هالحيوانات، كيف تعيش، كيف تمارس حياتها، طبعا مع إسقاطات للأفكار الإنسانية الأخرى. حابة أعمل هذا الربط بين النملة وفيروس كورونا، هذه الكائنات المتناهية الصغر القادرة على إحداث تغييرات كبرى لا تستطيع العولمة والعصرنة والتكنولوجيا إحداثها. ليه النملة؟ النملة رمز للإنسان المكافح أو للكائن المكافح اللي ما بيتعب من الكفاح ومن النضال في سبيل الفكرة، ما في سبيل الحياة، في سبيل تحسين ظروف الحياة. بنعرف إنه النمل ما بينام لا ليل ولا نهار، بيضل يبحث عن الرزق، بيضل يعمر، بيضل يبني بيت، بيضل يخزن. حكيت عن الكائنات الصغيرة، الفيروسات هاي أثبتت هشاشة الإنسان وضعف الإنسان. الإنسان اللي كان معجب بحاله وبيقول قبل 2 3 شهور وصلنا على المريخ وهاي المركبة حطت على المريخ وصرنا نصور وصرنا نمدح بحالنا كتير، بس إجا هالفيروس هذا وخبرنا وقالنا لا أنتوا صغار، بتضلوا صغار، والشيء اللي يكبركم هو المحبة اللي بيناتكم بين البشر والتواصل الإنساني، هذا الشيء بيخليكم كائنات كبيرة. وغير هالشي والتقدم التكنولوجي والأمور هاي كلها حطوها على جنب، أنا بقدر أكركبكم وأكركب لكم حياتكم مع أنه أنا كائن صغير جدا. لو قدر لجان داست كتابة عمل روائي حول تجربة فيروس كورونا اللي غيرت إيقاع الحياة البشرية، ماذا قد تكتب؟ والله السؤال صعب شوي، يعني أنا ما بتخيل حاليا، ما بتخيل شو راح يكون شكل هالرواية القادمة، شو راح اكتب، شو راح تكون افكارها. طبعا الواقع اللي عم نعيشه حاليا بالعزل المنزلي والناس كله بيعيشوا واقع جديد جدا علينا وما جربنا. انا
بعد هالعمر كله ما شفت هيك شيء ابدا. نحن نعيش اجواء حروب، اجواء قد يعني هالاجواء اللي عم نعيشها اعادتنا لمئات السنين لورا. انا ما فيني اتخيل شو شكل هالروايه اذا فيني اكتبها، اذا راح اكتبها، وما بتصور انه بقدر اكتب روايه عن هالاجواء هاي. ولا قصه حب؟ بتعرف ليه سالتك عن الحب؟ لانه دائما يقال انه في زمن الحروب وفي زمن لما بتكون الحياه تتجه نحو النهايه، نحو منعطف الموت، تصعد او يعني احتياجنا للحب يكون يعني بذروته، لانه هو اللي بيخلينا اكثر تمسكا بالحياه. طبيعي جدا انه الحب في زمن الحروب، في زمن الكوارث، في زمن الجوائح بيكون بلسم للانسان، بيكون عزاء للانسان، لانه الانسان بيستشعر بخطوره الوضع، بيستشعر بقرب النهايه، فبيبحث عن شيء يخليه يقاوم ويخليه صامد في هذه الظروف. فهو الأكبر شيء يخلي الواحد صامد ويقدر يقاوم الظروف، الحياة الصعبة مثل الظروف اللي عم نعيشها حاليا، هو الحب. فالحب المنزلي، الحب العائلي، الحب بين الأزواج، الحب بين أي شخصين، ممكن يخلي الإنسان أقوى وأكثر قدرة على مقاومة هذه الجائحة. ما في كتير قصص حب برواياتك، يعني طبعا رح نفوت بتفاصيل أكثر حول نمط رواية جون داست، ولكن أنا رح أحكي عن العمل اللي أنا بعدني عم بقراه وكتير لفتني، نواقيس روما، مع أنه هو ليس العمل الأحدث لإلك، الصادر عن دار الساقي. يعني في قصة حب بين البطل المترجم عشيق وحبيبته اليهودية أستر. ليه ما بتكتب عن الحب؟ هيك بتمر عليه بسرعة. أنا في اعتقادي أنه الحب بينعاش ما ينكتب، الحب الواحد يعيشه ما يكتبه، فإذا كتبنا الحب أنهينا القصة. أنا اعتقادي إذا اثنين حبوا بعض خلاص، الحب علاقة بين قلبين. ممكن نوصف في روايات كثيرة عن الحب، في أفلام كثيرة عن الحب، لكن في اعتقادي الحب يعاش ولا يكتب. تصنف أعمالك ضمن الرواية، حضرتك ذكرت الرواية التاريخية، أنا رح سميها الرواية السياسية أو الحكاية السياسية إذا فينا نقول. هل هذا تخصص، يعني أردت التخصص لتأريخ السيرة الكردية المعاصرة؟ بالضبط، هذا يعني الجواب رح يكون في ضمن هذا السياق، أنه أنا مولع بالتاريخ من بداية الكتابة عندي من سنة 90. كتبت في التاريخ الكردي وحبيت انبش بهالتاريخ الكردي واستخرج منه اجوبه لاسئله مؤرقه لإلي وللشعب الكردي بشكل عام. السؤال الاول سؤال وجودي، وجود الشعب الكردي لحد الان مضطهد مقسم، شو السبب؟ فحبيت انبش بمناجم التاريخ عن الاجوبه الصغيره المخفيه في صفحات التاريخ. وأنا طبعا بعتبر حالي وصلت لبعض الأجوبة وأجبت عنها في بعض رواياتي، إنه ليش السبب هيك، يعني فككت المجتمعات الكردية وفككت التاريخ الكردي لتسليط الضوء على الواقع المعاش حاليا. ولكن اللي بيشوف الأزمة الكردية من منحى أدبي أو التاريخ الأدبي إذا فينا نقول، حيلاحظ إنه ربما اللي ما بيعرف شيء عن هذه الأزمة وجذورها، أنه الأزمة الكردية هي لها علاقة بالرغبة في الغوص في المجتمع الصغير وعدم الاندماج بالمجتمع الأكبر. بمعنى أنه إذا فينا نحكي عن المجتمع السوري أو العراقي أو التركي، الأكراد يريدون بناء دولة خاصة بهم وعدم الاندماج بالوطن الكلي إذا فينا نقول. هذا الشيء رصدته برواياتك وأعمالك. طبعاً الرغبة هاي من أين إجت؟ بعد سايكس بيكو تقسمت المنطقة إلى عدة أقسام، والمنطقة الكردية تقسمت. هلا كان في العصر العثماني قبل سايكس بيكو كانت المنطقة الكردية اللي بتضم حالياً سوريا وتركيا منطقة واحدة، الأكراد بيروحوا بيجوا بدون حدود. صار في حدود وصار تقسمت المنطقة الكردية وتقسم الشعب الكردي. فالشعب الكردي في الدول الموجودة فيها، لو كان عايش في دول مواطنة، لو كان عايش في دول
تعترف بحق المكونات الموجودة في هذه الدول، ما في أي اضطهاد، ما في أي تمييز قومي. بعتقد الكردي يعني ما بيعشق الدولة لمجرد أنه بده يشكل دولة، لا، هو بيهرب من الاضطهاد، من الظلم، فبيحلم بدولة وبيقول خليني أحكم نفسي بنفسي أفضل من ما أعيش تحت ظلم الغريب. ريت هواي ثلاث خطوات ومشنقة، عمل أكثر من رائع، مع أنه ما كنت حابة نوصل للمشنقة إذا فينا نقول، كنت حابة انتصار الشيخ بالآخر. يعني أنا هون كمان بشجع الناس يقروا هذه الرواية الصادرة عن دار الساقي أيضا. ليه رحت على هذه النهاية الحزينة نحو المشنقة والإعدام؟ هل بمكان ما أنت تماهيت مع الواقع بإنهاء الحلم البناء الدولة الكردية؟ صح، لأنه الحلم دائما لحد الآن الحلم موجود، لكن الأحلام الكردية تتعرض للذبح كل فترة وفترة. كل ما قامت ثورة كردية، انتفاضة كردية، قمعت بشدة وأنهيت بمشنقة. نحن بنعرف جمهورية مهاباد الكردية أنشئت في إيران جمهورية كاملة، لكن هذه الجمهورية ولدت بجانب مشنقة. بعد 11 شهر دمرت أو أنهيت هذه الجمهورية على يد قوات الشاه الإيراني، وبعدين تم إعدام قادة الجمهورية. ثورة الشيخ سعيد نفس الشيء، ثورة البارزاني الأب نفس الشيء، كل ثورات الكردية، يعني بيسموا مو على الفاضي، بيسموا بلاد الكرد ببلاد الألف ثورة وثورة. دائما في ثورات، ودائما في قمع، ودائما في مشانق، ودائما في، للأسف الشديد أنا ما حبيت أنه أعطي وهم للقارئ أنه خلاص هاي الثورة رح تنجح. بالعكس، أنا أعطيت الواقع الأسود للشعب الكردي، الواقع اللي عاشه الشعب الكردي. والشيخ سعيد بنهاية القصة يعني وصل لحبل المشنقة للأسف الشديد. أستاذ جان، إذا خرجنا من إطار الأزمة، يعني الحكاية الكردية إذا فينا نقول، ليه دايما مصير الأبطال المشانق والسجون؟ يعني حتى اليوم إذا طلعنا على معظم الثورات بالعالم، يعني إذا فينا نقول الثورة الوحيدة اللي نجحت هي الثورة الفرنسية بحق، يعني كثورة حقيقية استطاعت أن تحقق ما أراده الناس. الثورات الشعبية لا تنتصر إلا بعد فترة طويلة، ودائما بيكون مصير من يطلقوها يا إما السجن أو المشانق. هل هذا قدر الأحرار؟ أكيد قدر الأحرار، مو بس المشانق، قدر الأحرار هو الخلود في ضمائر الناس، في ضمائر شعوبهم. صحيح الثورة تفشل، هذا الفشل فشل مؤقت، لكن مع تقدم الزمن التاريخ يثبت أن أصحاب الثورة كانوا على حق. عمر المختار فشل، عمر المختار تم إعدامه في ليبيا على يد الطليان، وهكذا كثير من الثوار العرب، مثلا عبد القادر الجزائري في الجزائر، الثورة الجزائرية اللي قدمت كذا مليون كذا ألف شهيد، وباقي الثورات في جميع دول العالم. دائما الثورات تتعرض للانتكاسات، لكن في النهاية هناك أمل في انتصار الحق. أنا خليني أفوت بتفاصيل أكثر حول أعمالك الروائية. يعني أنا بدي أتوقف عند أكثر من عمل اللي هني حققوا نسبة مبيعات عالية، وكان محل جدل بالصفحات الثقافية على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بالجرائد. أنا بدي أتوقف عند رواية كوباني الصادرة بعام 2018، التي تعرضت لأزمة الشعب الكردي مع تنظيم داعش. حضرتك من كوباني، ما هيك؟ نعم صح. شو بتخبرنا عن هذه المدينة؟ والله هذه المدينة قبل ما اطلع منها، قبل 20 سنة، وقبل ما يصير فيها او قبل ما تداهمها قطعان داعش، كانت بالنسبة لي مدينة حلم، مدينة انا متعلق فيها لدرجة كبيرة، متعلق فيها لانه انا ولدت فيها وعشت فيها، عشت فيها نص عمري، يعني لحد 35 سنة الا بعد ما طلعت. فهالمدينة هاي بتمثل لي الكثير، الحاضنة اللي ربتني، كوباني اللي بيميزها بساطة الحياة فيها، حياة بسيطة جدا، شعب مسالم، شعب الناس اللي ساكنين فيها سكانها طبعا عشائر كردية مسالمين، ما بيعتدوا على حدا، وكانوا ضمن حدودهم المرسومة لإلهم جغرافيتهم، بيحبوا الأغاني، بيحبوا الزراعة، شعب
يفرح للحياة، يبتهج. ممكن الواحد يحكي كثير قصص عن كوباني، عن فترة ما قبل داعش، لكن للأسف الشديد نحن حاليا صار عندنا نوستالجيا عظيمة لدرجة مرضية، إنه بس لو يرجع الزمان لما قبل داعش في كوباني، طبعا في كل منطقتنا مو بس كوباني، في سوريا كلها وفي العراق وفي كل المنطقة، لو يرجع الزمان إلى زمن ما قبل داعش. حتى بجغرافيتها كانت كوباني تمثل لي كتير شغلات، لأنه كانت مقسومة إلى نصين بين تركيا وسوريا في بسكة الحديد. بسكة الحديد كان في نص سوري ونص تركي، وعلى الطرفين أكراد أبناءها الضيعة، مثلا أقارب أبناء الضيعة الأخرى على الطرف الثاني بيسمعوا أصوات الأذان، الطرف هذا بيسمع صوت الأذان هنيك، بيسمع أصوات الحيوانات على الطرف الآخر، صياح الناس. بس اللي بيفرق بيناتنا كان سكة الحديد، وبنعرف إنه عبور سكة الحديد بيكلف الواحد أحيانا حياته. نوستالجيا الحنين السوري ونوستالجيا الحنين الفلسطيني، وين بيتقاطعوا؟ الحنين الفلسطيني نحن بنعرف تغريبة الفلسطينية صارت جراء نكبة، احتلال أرض، اغتصاب أرض، وهجر الناس منها. بالنسبة لسوريا الوضع بيختلف، الوضع بيختلف. قامت ثورة في سوريا، الثورة هذه انقلبت إلى ثورة عسكرية، يعني تحولت إلى أمور ما كان لازم تتحول لها، وتدخلت عدة دول. ما حدا يعني أجبر الشعب السوري على النزوح غير القتال اللي دار في الأرض السورية. حاليا في أكثر من كذا مليون نازح برات سوريا، هؤلاء كلهم مسكونون بنوستالجيا وبآلام عميقة صبغت حياتهم بالأسود. كل إنسان سوري حاليا يعيش، فيني أقول عقد نفسية، مرض نفسي. يعني صار الوضع بالنسبة للإنسان السوري كارثي، لأنه الوطن كله تدمر قدام عينه، ما في بيت يرجع له، ما بيحلم. أنا حاليا أنا كان عندي بيت، وأخواتي وأخوتي كلنا كان عندنا بيوت حلوة وبنيناها وقلنا فيها ذكريات، لكن كلها سويت في الأرض. فالفلسطيني طبعا وضعه بالبلاد العربية حاليا، قسم منهم تأقلم مع الجو، صار يشعر بنفسه كمواطن من هذه الدولة، لأنه من جيل ما بعد النكبة، صار الجيل النكبة تقريبا حاليا بيروحوا يعني توفوا، الجيل اللي جاي جديد من الفلسطينيين ما عاش هالنكبة. لكن نحن السوريين حاليا كنا جيل هذه الثورة وجيل هذه المقتلة العظيمة التي تحدث على أرضنا. بس في تخوف أنه التجربة السورية تأخذ شكل التجربة الفلسطينية، بمعنى التغريبة مثل ما سميتها، أو تجربة اللجوء أو تجربة النزوح، ونكون أمام أجيال من النازحين واللاجئين الذين فصلوا عن وطنهم. هلأ الوضع السوري كارثي بشكل فظيع، يعني الواحد ما بيعرف مين عدوه ومين صديقه. نعم. في قوى كثيرة على الأرض السورية تتقاتل وتتبدل، مثل الكثبان الرملية، اليوم هيك بكرة بشكل تالي. مثلا عفرين كانت بإيد الأكراد، دخلتها تركيا مع الفصائل السورية المسلحة، صار في وضع جديد، الناس نزحوا من بيوتهم، وهدول اللي اجوا باسم الثورة اجوا، وضع صاير وضع سورياني فوق الواقع، الواحد ما بتصوره. هيدا اللي وصفته ببايب باص اخضر يغادر حلب، ما هيك؟ خبرنا اكثر، يعني هذه الرواية مش معقولة، يعني انه كأنه عم ترسم خريطة للحياة السورية اليومية. اب بالباص ينظر إلى حلب وهو يغادرها مع النازحين، بنته اللي هي المفقودة اللي هي تبحث عن زوجة، عندك ابن مع النظام، ابن مع المعارضة، ابن مع داعش. هذه الخريطة اللي رسمتها بها، يعني شفتها بالواقع، وقدرت تشبه حياتك؟
جدا تشبه حياتي الشخصية طبعا، وأنا شفتها بالواقع، وهاي هي حياة السوريين في هذه المرحلة بالعشرية السوداء، هاي من 2011 لحد هلا. عائلة عبود العجيلي اللي طلع بالباص بده يهرب من حلب أو بده ينزح، هي عائلة سورية. العائلة السورية، الأب انقتل، الأم ترملت، الابن ضاع انفقد ومات تحت التعذيب إلى آخره. فهذا اختصار للحالة السورية بشكل عام. وطبعا أنا لما بوصف بهالرواية حال هالعائلة، بجيب تفاصيل من حال عائلتي نفسها. يعني أنا أخذت حالة معينة، هي مثلا بنت أختي أو بنت أخي أو حدا قريب جدا مني، وبعرف تفاصيل حياتها، لذلك أنا وصفتها بدقة شو عم بيصير معهم وشو من وين إجوا لوين راحوا. كل شيء، هاي التفاصيل هاي أنا سمعتها من ناس عانوا هذه الكارثة الرهيبة. شو صعبة إنه الإنسان، إنه عائلة كانت عايشة تحت سقف واحد، وفجأة بليلة ما فيها ضوء قمر، إنه البي بحلب، بنته عم تفتش على جوزها اللي ما بتعرف هو وين، ولادها ماتوا، عنده ابنه بألمانيا، ابن عم بيقاتل أخوه بالمعارضة لأنه هو بجيش النظام. عائلات تتفتت وتتشتت، يعني اليوم ما في أمل لعودتهم إلى سوريا. يعني حتى إذا بدنا نرجع كمان للتجربة الفلسطينية، هم مسكونون بأمل ونضال العودة إلى الأرض وإلى الوطن. هذا الأمر ينطبق على السوري اليوم؟ هل هو مسكون بهذا الأمل؟ السوري طبعا باعتبار جرحه جديد لسه ما فقد الأمل. كثير ناس أنا بعرفهم ضمنهم أقربائي، مفاتيح بيوتهم معهم، طالعين من بيوتهم ما أخذين شيء غير المفاتيح. هالمفاتيح هاي بتشكل لهم أمل كبير إنه رح يرجعوا على البيت ورح يفتحوا هالبيت بهالمفاتيح هاي. ما بيعرفوا، أو بالأحرى بيعرفوا لكن ما بيحبوا بيصدقوا إنه مو بس الأبواب راحت، البيت كله رايح، ما في بيت أصلا، لكن بقيان المفتاح، وهالمفتاح أمل ورمز للعودة. فالإنسان ما بيفقد الأمل، فقدان الأمل مستحيل عند الشعوب وعند الناس اللي تضرروا. كل واحد يحلم فينا، يحلم، أنا صار لي 20 سنة ماني طالع من سوريا وما رجعت لها، لكن بضل بحلم وعندي أمل كبير إنه بكرة رح أرجع، مع إنه أنا شفت قدام عيوني بيوتنا كلها تدمرت، وما ضل شيء بحارتنا، وما ضل شيء بعيلتي، كلهم كل واحد راح صار في مكان، لكن بعدني متأمل إنه راح أرجع بيوم من الأيام، وراح العائلة كلها راح تلتم في هالحالة. طبعا هذا حلم، بعرف إنه عائلتي توزعوا في دول العالم، مو بس في مدينة معينة، في دول العالم توزعوا، لكن الأمل ما راح نفقده أبدا. أنا بدي أرجع شوي على الملف الكردي، إذا فينا نقول، اللي حضرتك متخصص فيه أدبيا، وعلى فكرة من قلائل هم الروائيين اللي ينقلوا التجربة السياسية إلى عالم الرواية. فبدي أوصل، بدي توقف عند رواية كوباني مرة تانية، يعني اللي حضرتك حكيت فيها عن ما فعلته داعش بهذه المدينة وبأهلها. اليوم داعش يقال انه هي انتهت وبطلت موجودة، وبقايا مقاتلين داعش هم موجودين بمخيم تحت سيطرة القوى العالمية المختلفة الموجودة بسوريا. حضرتك بتقول هناك جيل جديد نشأ على انقاض داعش على الرغم من انتهائها، وبتقول انه فكر داعش لم ينتهي وما زال قويا ويقف على رجليه. هذا الكلام خطير جدا، وعلى أي أساس بنيت هذا المنطق وهذا التحليل؟ طبعا داعش مو تنظيم ولا مؤسسة ولا حزب، داعش فكر. المشكلة في الفكر المتطرف، مو في التنظيم اللي أنشأه أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي انقتل، وانقتلوا كتير قادة من داعش متطرفين هون وهنيك، ما ضل منهم حدا، لكن الفكر بيضل. ممكن الواحد يستغل هالأفكار ويأسس منظمة جديدة، يكون حزب جديد، يكون تنظيم أكثر تطرفا لسه من داعش في المستقبل. أنا اللي بقوله
انه المنطقه هاي بحاجه الى اعاده نظر في بنيتها الفكريه وبنيتها العقائديه. لازم نشجع التسامح، لازم يعني انا دائما بقول التسامح لازم يكون من ضمن المنهاج الدراسي من المرحله الابتدائيه لحد البكالوريا لحد الجامعه. الواحد لازم يتعلم التسامح بقدر ما هناك اناس يعلمون التطرف ويشجعون على التطرف وعلى نبذ الاخر، فيجب ان يكون هناك تشجيع على التسامح، يجب ان تكون هناك كتب تدرس من اجل اشاعه التسامح بين الناس بين المجتمعات. لذلك اقول انه داعش ما فينا نقول نحن قضينا على داعش خلاص داعش انتهت، لا، داعش انتهت كاشخاص وكتنظيم حاليا، لكن كافكار متطرفه ممكن تعود ممكن ترجع بشكل او باخر للاسف موجوده لساتها. اليوم لما نحن بالمجتمعات العربيه نعيش حاله من الظلم الكبيره، الشعوب العربية مظلومة مقموعة، تقتل أحلامها وآمالها على قارعة الطرقات يوميا. فبالتالي اليوم أنه ما كتير أنا بستغرب لما لاقي الظلم يصنع هذه الوحوش. أنا مش عم بعطيهم عذر، ولكن اليوم لما حدا بيطلع بيلاقي بيو تمتهن كرامته في لقمة عيشه كل يوم، لما بيلاقي انه هو ما في فرصة عمل الا بواسطة، وعندما يرى ان من لا يستحق يصل الى ما يستحقه هو، ما بيقدر يتجوز، ما بيقدر يعيش اولاده صح. اليوم هذا الظلم الذي نحن نعيشه بسبب الدكتاتوريات العربية هي التي صنعت هذه الوحوش. بالضبط، انا بلاقي انه هذا الظلم هو اللي مهد لتاثير هذه الافكار على الناس، وانا اشرت في روايه كوباني الى هذه النقطه عبر شخصيه زياد الداعشي التونسي. زياد هذا يتلقى تربيه قاسيه جدا في البيت، وفي ناس كثير انتقدوني وقالوا لي انت تبرر لداعش، انه قلت لهم نعم زياد ضحية، صار داعشي وصار يقتل، لكنه بالأصل ضحية مجتمع، ضحية دولة مستبدة، ضحية دولة قمعية. لو هذا الإنسان تلقى تربية وكان إنسانا سويا صعب يتأثر بالفكر المتطرف. صحيح في فكر متطرف حكينا عنه أنه هذا سبب البلاء، وفي مجتمع يحكمه عنف منزلي، يحكمه عنف دولة، يحكمه إرهاب دولة. هذا بالإضافة إلى ذاك ماذا ينتج عنا؟ ينتج عنا شخصية أو تنتج عنا شخصية قابلة لتنفيذ أجندات إرهابية وتطرفية لا تخطر على بال البشر. يعني أنا أعرف ناس شخصيا كانوا بشرا عاديين، بعرف ناس كانوا بشرا عاديين كانوا بيروحوا بيسكروا بيشربوا، بالأخير في هذه الثورة السورية أصبحوا دواعش لكمية الظلم اللي شافوه، الإرهاب اللي شافوه، القتل اللي شافوه، ما لقوا شيء يعوضهم غير أنه يصيروا متطرفين. طبعا هاي شغلة مهمة كتير، مثل ما تفضلتي ما عم نبرر لهم، ما عم نلاقي لهم أعذار، لكن عم نحلل الحالة، عم نوصف الحالة كيف هي وليش صار هيك. مو معقول هلا بسوريا شفنا وحوش، منين طلعوا هالوحوش هدول؟ هالوحوش هدول كانوا وحوش كاملة، يعني مخبايين، وكل إنسان هيك، كل إنسان وحش على فكرة، بس بلاقي ظروف بيطلع هالوحش اللي 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 جواتنا بيطلع، لكن نحن لازم نروض الوحش اللي داخل الإنسان، يجب أن يتم ترويض هذا الوحش الموجود في داخل الإنسان عبر آليات عديدة. أولاً لازم تكون عندنا دولة زي ما تفضلتي تحترم المواطن، تكون أسرة سوية، تكون في علاقات أسرية جميلة، يكون في مجتمع تحكمه علاقات حب وتسامح إلى آخره. فهذه الأمور هاي ما بيطلع منها سفاح وقاتل، صعب، بجوز تطلع ذئاب منفردة مثل ما نشوف بأوروبا في سفاحين متسلسلين، لكن ما بتصير ظاهرة عامة ولا منظمات تفعل ما فعله داعش. يعني إذا بتلاحظ سلوك الناس
اليومي أو حتى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على فيديو معين إن كان إنساني أو حتى تصريح سياسي، بتلاقي إنه في قدر كبير من الكراهية بين الناس غير مسبوق. أنا ما عم بقدر أفهمه. هل ممكن يكون لك تحليل أو تفسير لكم الكراهية غير المسبوقة بين الناس؟ دائما هالأمور هاي تعتمد على جملة عوامل. العامل الأول مثل ما حكينا قبل شوي، الظلم. في إنسان منتمي لطائفة معينة، هذا الإنسان غير طائفي، إنسان عادي غير طائفي، لكن شاف ظلم ضد طائفته، وشاف في قتل وفي مذابح وفي أمور يشيد لهولها الولدان كما يقولون. فهالإنسان شوي شوي هويته اللي كان يقمعها، اللي كان يخبيها، اللي كان ما يعترف فيها، ما يكون أنا من الطائفة الفلانية أو من القومية الفلانية، تستيقظ الطائفة غريزة، الطائفة أو القومية أو العرق أو الدين، أشياء يعني ممكن الواحد يقمعها وما يهتم فيها. لكن في الظروف الصعبة، في الحروب، في الكوارث، في المجازر، تستيقظ هذه الهويات النائمة، نسميها هويات نائمة أو الهويات الخاملة، تستيقظ وتتغذى على الظلم، تتغذى على كمية الدم المسفوح. لذلك الكراهية تكبر. الكراهية تكبر عندما أرى مثلا دولة القومية السائدة تضطهد قوميتي، تضطهدها وتضطهدها وتضطهدها إلى الأبد، ولا يعني تكون الآفاق مسدودة أمامي، ماذا أفعل؟ ألجأ إلى قوميتي أو ألجأ إلى هويتي الخاصة لأواجه بها هوية الآخر. هذه الهوية تصبح سكينا قاتلة كما وصفها أمين معلوف الكاتب الكبير. حب أختم معك بالحب، كيف نعزز الحب في مجتمعاتنا؟ سؤال أيضا صعب جدا، يعني لا أستطيع أن أعطي وصفة سريعة أو وصفة نهائية لتعزيز مثل وقيم الحب في مجتمعاتنا. مجتمعاتنا بحاجة إلى حب، هي تحتاج إلى جرعات كبيرة من الحب لكي تتوازن. مجتمعاتنا حاليا مجتمعات غير متوازنة بسبب غياب الحب، غياب الحب في الأسرة، غياب الحب في المجتمع، غياب يعني الحب ليس هو العلاقة بين الذكر والأنثى فقط، الحب بمفهومه العام، الحب اللي ممكن الدولة تعطف على المواطن، تحب المواطنة. يعني الدولة والأنظمة حاليا تنظر إلى المواطن كضحية، ويجب أن تفترس هذا المواطن، تنهبه وتضطهده لحتى تبقى على سدة الحكم وتبقى في الكرسي. الحب يجب أن يشيع. أنا لا أستطيع أن أقول بكلمات قليلة كيف يجب أن يشيع الحب بيننا، لكن الحب ضرورة، كما أن التسامح ضرورة، وكما أن الكراهية والحقد يجب أن ينتهيا إلى الأبد.